فقط لا غير. باعتقادي هم عندهم التصنيف الطبيعي لمين ينتخبوا ومين ما ينتخبوا، وبتطلعوا على مصلحة دولة إسرائيل أكثر من ما بتطلعوا على مصالح أي ناس تانيين، بالتحديد الفلسطينيين في هذا الانتخابات. نعم. ونتائجها عكست هذا الحكي بدقة متناهية. طب يعني لو الشخص اللي كان غير نتنياهو، هل تتوقع كان في تغيير على الواقع هون في الشارع الفلسطيني أو في الضفة الغربية مثلا؟ على الإطلاق، لأنه دائما كان في هناك التبادل للأحزاب الإسرائيلية في رئاسة دولة إسرائيل، عمره ما صار في أي انعكاس إيجابي على الواقع الفلسطيني مهما تغيرت الألوان. شكرا لك. أهلين. إذن سنكون أيضا مع آراء لأشخاص. لأي غرابة من الله؟ لؤي، تابعت الانتخابات الإسرائيلية؟ طبعا أكيد. طيب يعني النتيجة طلعت، وكيف لقيت هاي النتيجة؟ يعني بغض النظر عن الأشخاص فازوا ومين فازوا، يمكن أهم شيء بالنتيجة كان أنه العرب قديش حققوا نتائج، بس بالنهاية هاي دولة سياسات، يعني ما لو أجا مين مكان هي في عندها سياسة تهويد، سياسة ضد العرب، سياسة أنه قديش بيقدروا يحصلوا على أراضي على أرض الواقع لحديت ما يصير إشي تحرك دولي مشان يعملوا عملية سياسية أو عملية سلام مع الفلسطينيين. وهلا العرب يعني لا العرب ولا العالم مهتم انه يكون في شيء عمليه سياسيه او عمليه سلام في هون في فلسطين. نعم. يعني هل انت بتشوف انه نتائج هاي مخيبه للامال انت كفلسطيني؟